السلام الله عليكم صديقاتي حبيبه قلبي، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وفيديو يا هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه يا رب. حبت جوغ بالمشتركات اللي دخلوا معنا جدد نقول لهم الف مرحبا وسهلا بكم في عائلتكم. لاول مره تزور قناتي نقول لهم ما تنسيش الاشتراك وضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. وصفتنا لنهار اليوم اون تارت تاع التفاح من اروع ما يكون، روعه روعه يا البنات. بواحد لاباط تصابلي تدوب في اليد قبل ما تدوب في الفم. حضرت لها حشو مختلف، تعرفوني في كل وصفة نحب نحط لمستي الخاصة. درت لها واحد لاستيس يا البنات، زادت لها بنة وقوام رائع، راح تكتشفوها في الفيديو. شوفوا شوفوا يعني ما شاء الله كيفاش تجي تحفة شكلا ومذاقا. شوفوا لهنا الطبقات راهم باينين وراهم واضحين ما شاء الله. ديك لاباط تبان كيفاش راهي حشيشة. شاهدكم في الجنة البنات، المهم وصفة من أروع ما يكون، نتمنى من كل واحدة تجربها وترجع لي بالخبر. نخليكم مع الفيديو تشوفوا كامل هذه المراحل وكامل هذه التفاصيل. تروحوش بعيد. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. شوفوا البنات واش نسحق في لاباط صابلي ديالي. عندي 250 غرام مارغرين، انا تعمدت نخلي لا مارك باش تشوفوا مارغرين اللي نخدم بها. عندي زوج حبيبات بيض راح نستعمل حبه كومبلي وصفار. عندي ربع مغارف سكر غلاس، نتوما تحبوا تزيدوا وتحبوا تنقصوا داكشي يولي ليكم، المهم انا جات معتدله ما شاء الله في الحلاوه. عندي زوج مغارف مايزينا او نشا ذره، عندي شويه تاع لافاني واحد النص مغارف هكداك. عندي ربع كاس زيت ما يعادل 5 مغارف البنات تاع الزيت. عندي البنات فارينه 500 غرام فارينه، توجور الفارينه تجي دوبل الكونتيتي تاع المارغرين. ولهنا عندي نص مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. بسم الله على بركه الله. في الريسيبيون ديالي نجيب نحط المارغرين ديالي اللي تكون بيان سور بدرجه حراره الغرفه. حطيت عليها اللافاني والقرصه تاع الملح، وصيرت عليها الكميه ديالي تاع سكر غلاس اللي قلنا ربع مغارف تاع الماكله. فوالا، ونخلط هكذا بيدي مليح 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 حتى يمتزجوا هاد المكونات ونتحصل على قوام كريمي. فوالا هكذا البنات، بعد ما خلطت مليح هذيك المارغرين مع سكر غلاس، نجوز لهنا نحط البيض ديالي. انا حطيت حبه كامله وصفار بيضه. هاد المقادير البنات تجدو مضبوطه، يعني راح تشوفوا بلي راح تخرج لنا سوا سوا، ما زدنا فيها والو. زدت لهنا الكميه تاع الزيت اللي تحب تخلط بالباتور بيان سور ما كان حتى مشكل. حطيت زوج مغارف تاع المايزينا، وحطيت الكميه تاع الفارينه كما راكم تشوفوا كامل، وحطيت نص مغرفه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، ماشي باش تخمر معنا ولا جوست باش تعطيها واحد الخفه ولا هشاشه، هذا ما كان. نخلط هكذا مليح مليح حتى يتجانسوا معايا كامل هذه المكونات وتتلايم لاباط ديالي. شوفوا البنات كيفاش لايمت معايا، باط طريه ما شاء الله. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني لازم تكون طريه هكذا باسكو راهي فيها المايزينا. كي راح نخلوها تريح راح الزيت تحكم روحها يعني شويه على هكذا. فوالا، انا راح نغطيها بابي فيلم ونخليها في الفريجيدر تريح واحد النص ساعه، ومن بعد نولي نخدمها معكم. بيد ما لاباط ديالي تريح، شوفوا البنات انا لهنا واش درت. هذا هو المكون اللي زدته في لاطخت، زاد لها بنه وقوام ما شاء الله. انا لهنا قطعت زوج حبات تفاح كبار، حطيت عليهم زوج مغارف ونص تاع سكر عادي عفوا، وحطيت عليهم كاس غير ربع تاع الماء، وخليتهم يطيبوا مع التحريك المستمر حتى نشفوا كامل من هذاك الماء وتعسلوا معايا. دوك نجوزو نخدموا لا كريم باتيسيغ ديالنا. لا كريم باتيسيغ واش نسحقوا البنات؟ تحفظوا القاعده وتخدموا بها الكونتيتي اللي حبيتوها. لكل كاس حليب نسحق فيه مغرفه بيان بومبي تاع المايزينا، ومغرفه ونص حتى زوج مغارف تاع سكر. نسحق فيه حبه بيض ولافاني، وكي تعقد معايا لا كريم نسحق له نص مغرفه مارغرين. هذه هي انا لهنا درت ربع كيسان تاع حليب، حطيت معاهم ربع مغارف بهذه المغرفه اللي راكم تشوفوا فيها. لا بلوبار تاع الجزائريين عندهم هذه المغرفه، ربع مغارف تاع النشا ولا تاع مايزينا، ودرت معاهم 6 مغارف تاع سكر. السكر قلت لكم لكم الاختيار، نتوما اللي تتحكموا يعني على حسب الحلاوه، كاين اللي يحب الحلاوه كاين اللي يحبها نص نص. زدت معاهم 4 حبات بيض كاملين يعني ماشي مفصولين، كاين اللي يديروا لها الصفار برك، انا ندير لها هكذا يعني حبه كامله. حطيت معهم نص مغرفه تاع لافاني كميه معتبره، ورشه ملح، ونخلطهم مليح بارد في بارد. نديهم فوق النار مع التحريك المستمر، نبقى توجور البنات نحرك فيها ما نغفلش كامل عليها، غير نشوفها تقالت معايا وتحصلت يعني على القوام المراد. هاي اللي البنات شوفوا ما شاء الله
لا تكتلات لا حتى بروبلام، نحط لها زوج مغارف كبار تاع مارغارين ونزيد نخلطها مليح حتى تدخل هذيك المارغارين وتذوب. فوالا، يعني كاين بزاف اللي يخافوا من لا كريم باتيسير، وانا نقول لكم حاجه سهله، وخلطها شتو بارد في بارد. انا لهنا لمستي الخاصه زدت لها عطر الموز، جات ما شاء الله يا البنات. وإلا كان عندكم عطر التفاح احسن واحسن، انا ما كانش عندي. خلطتها مليح وغطيتها هكذا بابي فيلم يكون يلامس السطح باش ما تربيناش هذيك القشره، ونحطها في مكان هكذا حتى تبرد معانا تماما. نشوفوا البنات بعد ما جازت نص ساعه لاباط ديالي كيفاش حكمت روحها، يعني ما شاء الله. نجيب بابي كويسون نحلها فوق هكذا كيما راكم تشوفوا، السمك يكون ما تخلوهاش خشينه بزاف، ما تخلوهاش رقيقه حتى تجيكم يابسه. الا درتوها خشينه راح تجيكم معجنه. هذه هي، شوفوا البنات كيفاش حليتها ورفدتها. كي حليتها فوق البابي كويسون يسهل عليا باش نرفدها، نحي كامل هاد الزوائد ونخدمها هكذا كيما راكم تشوفوا. وين نشوف بلاصه ناقصه يعني ما فيهاش العجينه نبيسها كيما راكم تشوفوا. الا جات بلاصه شويه رقيقه يعني توجو كيما راكم تشوفوا فيها، نخدم نزيد لها شويه ونسقمها، باسكو في الجوانب لو كان نخليها بزاف رقيقه كي نديمو ليها راح تتكسر معايا. ونعمل هاد العمليه، نضغط عليها مليح 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 هكذا كيما راكم تشوفوا، نخرج كامل هذاك الهواء الزائد ونبكيها هكذا بالفرشيطه ونجوز. هذا هو شوفوا البنات الكومبوت اللي حكيت لكم عليه، شوفوا كيفاش يعني خليته طاب الله الله، ومن بعد معستو هكذا غير بالفرشيطه. هذا الكومبوت البنات شوفوا عطالها واحد الطبقه ما شاء الله. بروميرمون عدل الحلاوه، يعني هو ماهوش حلو بزاف. دوزيامو نعرفوا كامل لي طخت كي تصبح تصبح هذيك لا كريم تطلق شويه ما، وهذيك لاباط تتشمخ وتولي تولي يعني قوام غير مستحب. هاد الكومبوت اللي فصلت بين لا كريم وبين لا بات، شوفوا والله العظيم قعدت لي 3 ايام في الفريجيدار وبقات بنفس القوام، بقات تذوب في الفم، بقات تتقرمش روعه يا البنات. انا لهنا شوفوا لا كريم باتيسير ديالي لقيتها جمدت، خلطتها مليح مليح حتى عاودت طلقت روحها، راني نحط فيها هكذا في في لاطاخت ديالي. يعني جبت لهنا حبيبات تاع التفاح غسلتهم ونقيتهم، نحيت لهم كامل هاد الزوائد، ونجيب نقطعهم بهاد السمك اللي راكم تشوفوا فيه. ما ديروهمش رقاق بزاف باسكو راح يتحرقوا معكم، ميم طون ما ديروهمش خشان بزاف راح يبقاو لكم مخدوره يعني، وما يساعدوكمش في الخدمه. توجور نعصر عليهم رشه تاع قارص باش ما يكحلوش ما يتاكستوش معنا. شوفوا البنات لهنا نخليكم تركزوا، شوفوا كيفاش راني نخدم، يعني قد ما نشرح لكم ماشي كيما تشوف عينيكم. توجور الحبيبات دياولي نحط حبه قدام حبه، فوالا نكمل كامل الطريق الاولى هكذا كيما راكم تشوفوا بنفس الطريقه. من بعد نجيب في الوسط بين الحبه والحبه نزيد نحط القطعه تاع التفاح هكذا. ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوني مليح، الصوره راهي تعبر على نفسها. يعني ركزوا برك كيفاش راني نخدم وتعرفوا كيفاش كروازيتهم هكذا باش نتحصلوا على منظر يكون بزاف شباب. انا خضعت معايا البنات نقولوا 3 حبات تاع التفاح. هذا هو شكلها النهائي، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. دخلتها للفرن طيب على نار متوسطه، حكمت لي ساعه غير ربع من تحت، وزدت حمرتها واحد 5 دقائق من الفوق. وشوفوا لهنا في الاطراف قريب شدت معايا، كي خرجتها وهي سخونه دهنتها بلا جولي. وهاي ليك وجدت لاطاخت ديالنا وخرجت من اروع ما يكون يا البنات. التزيين انا رافقتها مع صوص كراميل، تماشى بزاف الكراميل مع التفاح. هاوليك الشكل النهائي تاع لاطاخت ديالنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هذاك الكومبوت عطالها واحد القوام وزاد لها واحد البنه ما شاء الله. انا قلت لكم قعدت لي 3 ايام بقات محافظة على نفس القرمشة، والله على ما أقول شهيد، يعني زاد لها قوام ما نحكي لكمش ما شاء الله. كل حاجة راهي قدامكم البنات، يعني القوام ديالها وباين، الشكل ديالها وباين، الكو أتمنى من كل وحدة تجربها وتخلي لي تعليقها يعني على البنة ديالها. هذيك لا كريم باتيسير زدنا لها لمسة معطر الموز، زاد لها بنة ما نحكي لكمش. ولا كان عندكم تاع التفاح يعني ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تنال رضاكم تنال اعجابكم وتطبقوها وتنجحوا فيها وتكثروا لي دعوه الخير. ما تبخلونيش خياتي بجام وبارطاج لصحاباتكم وحباباتكم. سلام.